حاولوا دخلنا في البداية المقابلة حاولوا الدراري خلقوا محاولة التسجيل، ما استطعناش أننا نسجلوا. الفريق الخصم جاي من ثلاثة المقابلات المتتالية انتصار، يعني نفسيا كانت عندهم معنويات كبيرة وركنوا لنا الخلف وكانوا كيعتمدوا على الهجمات المرتدة. اللي كان هو أنه اللاعبين عندنا كانوا شوية كيطيحوا في التسرع لأنهم كيحسوا شوية بمسؤولية وكيقلبوا على الهدف في أقرب وقت. كنظن أن نتيجة منصفة بال يعني المحاولات اللي قمنا بها، كنظن نتيجة يعني منصفة، وإن شاء الله نتمنى أننا نحاول نتداكوا في ما تبقى من المقابلات إن شاء الله.